لقوا قيمة في البورصة. معايا على التليفون الدكتور إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابق. إيهاب دي أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك أستاذ سيد، وأهلا بكل السادة المشاهدين. قول لي ولادك عندهم كام سنة يا إيهاب؟ عندي عمر 19 وعندي جمانة عندها 15 سنة. ممكن تسألهم تعرفوا إيه عن المليم؟ ما يعرفوش حاجة طبعا. لا اسألهم بس النهاردة واعمل اختبار. بس هو يعني حاضر هسألهم، بس أنا بس يعني لو تسمح لي حضرتك، احنا ما عندناش مليم في البورصة ولا حاجة. مين قال إن في مليم؟ احنا عندنا حاجة اسمها كده. ما أنا هقول لحضرتك بس، احنا عندنا حاجة اسمها الخانة التالتة. يعني إيه الخانة التالتة؟ هي كلمة المليم دي من أطلقها بعض يعني الناس اللي هم هواة البروباجندا زي ما بيقولوا يعني. أيوه. لأن هي لو أنا رجعت مع حضرتك لسنة 2000، أمريكا بقى السوق الأمريكي اللي هو أكبر سوق في العالم. أيوه. اللي فيه أكتر من 8000 سهم. كان عندهم التحول أو التعامل في البورصة بتاعتهم، كانوا بيشتغلوا بالثمن دولار والربع دولار على كل حركة في الأسهم. فعملوا حاجة اسمها الديسيمال سيستم، يعني إن هو ينزل بيه وحدة التداول، علشان في أسهم كتيرة جدا ما كانتش بتتحرك، لأن في أسهم كانت أرخص من سعر التحرك الموجود. أيوة. فأنا عندي أسهم في البورصة مثلا تمنها 20 قرش أو تمنها 10 سعر، لو أنا عملت لها القرش هو وحدة التحرك بتاعتها في كل طلب وكل عرض، يبقى معنى كده أن كل طلب وكل عرض يعمل 10% تحرك سعري، يعني يتوقف عليه التداول. يعني احنا عندنا الحد الاقصى للتحرك 10%، والا السهم يتوقف عليه التداول. ايا كانت القيمه ايهاب بيه؟ بالظبط كده، ايا كانت طالما النسبه المئويه 10% وصل لها يتوقف التعامل على السهم. طب انا عندي سهم القرش فيه ب 10%، طب اعمل فيه ايه ده؟ فبالتالي علشان نخلص من هذه القصه فبنعمل حاجه اسمها الخانه الثالثه. الخانه الثالثه للتداول احنا بقى نسميها المليم، نسميها النكله، نسميها زي ما تسميها، لكن أيوة إن هذا تعبير مجازي وليس واقعي ولا يتم التعامل معه. كده هي دي الخلاصه، انما عشان زي ما بقول لحضرتك البعض بيهوى البروباجندا ان المليم هو ازمه البورصه، المليم هو كارثه البورصه. والله يا فندم انا مش منهم، انا لما لقيت المساله الحقيقه لفتت نظري، فقلت لا ده خبر بالنسبه لي مهم لانه حاجه جديده. هو لا هي الموجود الموضوع موجود من ايام ما انا كنت حتى في مجلس اداره البورصه، والحقيقه انا كنت من مؤيدي هذا النظام لتحريك الاسهم قليله السيوله. هو انا عندي اسهم كانت بتموت ما بتتحركش، لان ما حدش عنده استعداد يغامر في تداول سهم واحد يتحرك عليه 7-8% في الطلب والعرض. ما فيش حد هيعمل كده. طب ايه الحل؟ الحل ان الاسهم دي يتحط لها خانه ثالثه. عارف حضرتك الدولار واليورو والعملات دي كلها كلها بتتداول على، طب حضرتك تعرف ايه الاقل من السنت؟ تعرف اسم اللي اقل من السنت؟ السنت الدولاري، تعرف اقل من السنت؟ ما حدش يعرف، صح كده ولا غلط؟ صح. طيب الاقل من السنت دي وحده بيتم التعامل عليها في الفيوتشر ماركت اللي هو سوق العملات. يعني في خانه ثالثه في سوق العملات، لكن ما حدش يعرف اسمها اصلا، ما حدش عارف ايه اللي اقل من السنت. فالخانه الثالثه دي جزء من السنت، وبالتالي الخانه الثالثه اللي في مصر جزء من القرش. ليه؟ علشان الاسهم تتحرك. طب الناس ليه عامله عليها مشكله وزعلانه منها؟ عشان عندهم تصور خطا ان انا كده الاسهم مش هتطلع، لما احط كل طلب على كل مليم يبقى كده الاسهم مش هتطلع. فده تصور خاطئ تماما، لان الاسهم بتطلع وبتنزل لامور تانية، لامور تتعلق بحال الشركه ووضع الشركه المالي والوضع الاقتصادي والكلام ده كله. فالفكره هنا معموله لخدمه المستثمر وليس لضرر المستثمر، ان انت في اسهم ما بتقدرش تتداول عليها، البورصه اتاحت لك خانه ثالثه تقدر تتداول عليها وتسهل عمليه التداول. طب هل الموضوع ده نجح؟ ايوه نجح، وفي اسهم كتيره جدا اصبحت بيتم التداول عليها، واللي كانت واقفه تماما وبدات تتحرك في السوق وبدا يبقى ليها مشتري وليها بائع، والحد ليها حد اقصى، لان مش كل الاسهم ينفع تبقى فيها الخانه بتاعه المليم. احنا بنتكلم عن الاسهم الصغيره اللي هي اقل من جنيه، اقل من 2 جنيه. عموما في كل الاوضاع، احنا في كل الاوضاع يا فندم احنا كنا محتاجين التوضيح ده علشان نفهم، وعلشان حته الساركازم اللي هو حوالين المليم دي خلاص بالظبط. هي زي ما انا بقول لحضرتك هي بروباجندا بس. لا لا والله، لا والله كمان عايز اقول لك، لا مش حضرتك، انا عارف عشان نفهم، انا عارف، انا عارف مين كمان اللي اثار الموضوع، فانا عشان كده بقول لحضرتك ان انا مش كده والله يا فندم. لا انا عارف طبعا يا فندم، انا عارف طبعا. شاكر فضلك على هذا التوضيح اللي افادني انا على المستوى الشخصي، بشكرك شكرا جزيلا.